حق للظالم نقولهم يا نصيحه، هذه كانت نصيحه لله، قول يا مسيب الخالق ومتمسك بالمخلوق، يا مسيب الخالق ومتمسك بالمخلوق لا تنفعك صلاتك ولا صيامك واهلك اللي ربوك، قول المخلوق بنادم زيك وزيه لا ينفعك ولا يسقيك حتى تغمه اميه، ننصحك نصيحه لله صل صلاتك بكر على الله صف النيه، لا ينفعك حتى لا ينفعك ناس صفيه كذا من حفتر عميل الصهيونية بالـ69 انقلب على الدستور على الشرعية. الله أكبر. الله يا جماعة على طول مباركة. وكل عام وانتم شهداء. لا يمشيش هواء. دم الشهداء. لا يمشيش هواء. دم الشهداء. ما يمشيش هواء. دم الشهداء. لا يمشيش هواء. دم الشهداء. لا إله إلا الله وحفت العدو الله، 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 لا إله إلا الله وحفت العدو الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا نهني الشعب الليبي بمبارك الانتصارات، ونهني الشباب كله في التحاور جميع المحاور في الانتصارات، وفي رحيل طبعا المرور الشر والفاجنر ديما جماعة روسيا، إن شاء الله تعالى النصر قريب. الله أكبر. نبدو كل كلمة حتى للمتمرد حفتر، يعني العالم كله بما فيهم من روسيا وفرنسا والإمارات ومصر والأردن، يعني العالم والسعودية مش يعرف ان احنا طالعين على قضية طالعين على حق. يعني الآن سنة وشهرين او ثلاث شهور واحنا مصممين ان حفتر لن يدخل طرابلس ولن يحكم ليبيا بعون الله، ولن يحكمها بعزيمة الشباب وبعزيمة الثوار، وان شاء الله النصر قريب بعون الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. نتقدم في حرق الأهالي والشكر إلى مستشفى الميداني والأرضية وزملائنا الذين كانوا في استقبالنا بارك الله فيهم، وكذلك نترحم على شهداء فبراير لغاية الآن كلهم، اللهم أبرم برحمتك يا رب العالمين، وكذلك نتمنى الشفاء لجرحانا ونسأل الله ربنا أن يشفي أسرانا، وكذلك نقول كلمة لهذا المتمرد وأتباعه، فإنكم والله منتهون اليوم أو غدا بإذن الله عز وجل. الله أكبر. لأن شبابنا خرج دفاعا عن شرف هذه البلاد من شرقها وغربها وجنوبها، نقول له ولأتباعه أن تدخلها في بداية كما قال شباب البيت الأول، وكذلك سوف نأتيك في عقر ذلك، وسنطهر ليبيا من شرقها إلى غربها لجنوبها، سنطهرها من هذا الندل الحقير المتمرد وأتباعه، ونقول لكل من مسال ينتظر في دخول حفتر فإنك والله عايش في وهم، عايش في وهم، والله أكبر الله أكبر، وأن الحق منتصر بإذن الله عز وجل. والسلام عليكم. شكرا. شكرا. وإن شاء الله ربي يعجل لنا بالنصر يا رب. اللهم رب اللهم رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. ولله الحمد. كل عام وأنتم بخير شعب ليبيا، الأمة الإسلامية. الله أكبر. إن شاء الله منتصرين فبراير وجميع الثوار في التبات ان شاء الله كلهم وجميع المخاور اولادنا كلهم وشبابنا كلهم ان شاء الله منتصرين، شهداءنا ان شاء الله ربي يرحمهم، الجرحى ان شاء الله ربي يشفيهم ومنتصرين ويرد مفقودونا، القرموطي الاكبر ماشي لغادي ان شاء الله مسح شامل باذن الرحمن. الله صبر. اكبر. الله اكبر. عاش ليبيا حره. اتقدم لشعب ليبيا لهذه المناسبه الف 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 مبارك، واقدم التحيه بمناسبه هذه العيد لثوارنا المرابطين في الجبهات
ولحرائرنا ولأهلنا في مصراتة وحرائرنا وناسنا وشيابنا الذين زارونا اليوم بهذه المناسبة العيد الفطر المبارك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقينا مع عذاب النار. نتمنوا أن ربي وحدنا، نتمنوا ما فيش مدينة تكون خارج على الشرعية، نتمنوا ناس أن كل كلمة واحدة، نتمنوا جيشنا جيش موحد وأمننا أمن موحد في حماية بلادنا من الغزاة من الحسدات اللي هم حاسدين. والله في بعض من الدول المجاورة حاسدتنا اللي زي مصر والإمارات والسعودية والأردن والدولة الأوروبية هذه فرنسا وروسيا كلهم حاسدين على هذا الخير. فإحنا دولة مسلمة دولة موحدة والدين دين واحد ونتبع الدين المالكية الشرعية الوسطية. فلهذا لابد نتوحد ولابد تكون كلمتنا كلمة واحدة. ورب انصرنا على الغزاة على حفظهم من ولاة يا رب يا رب انصرنا عليهم يا رب يا رب وقت ونتمنى الحقيقة في جميع المناطق بلادنا من جميع الحدود كلمة واحدة سواء أي مدينة ما تبيش أو أي شخص يقول أنا يعني مختلف معنا في الرأي مش مشكلة، لكن على الأقل يكون وحدية كلمة واحدة اللي هي ليبيا، توحيد ليبيا، بناء ليبيا، مؤسسات مدنية وأمنية. والحقيقة هالقطعة المية وهالكهرباء وهالنفط صالحنا لا أبدا، يعني غير صالح الجميع. ما في فرق بين مدينة ومدينة، لأن هذا عام والخير وان يعلم عام والشر يعلم عام. فلذا نتمنى حقيقة توحيد الكلمة والصف في أرض واحدة نبني دولتنا دولة مدنية دولة عظيمة تتباهى بالدول العظيمة. من هي الإمارات؟ الإمارات ما كانت والله يرحمها ما تعد. جي يتمنى في الإمارات زي طرابلس أو إحنا نقول زي الإمارات. الإمارات حاسدتنا على أساس المنطقة دي في مصراتة خايفة من المنطقة الحرة. وصحيح لو تبنى المنطقة الحرة الإمارات هذه تنتهي لا مجال لها والله حتى 10-15 20% ما تحصلها لأنها دولة مبنية عن استثمار. وإحنا الحمد لله مواردنا كثيرة الطاقة الشمسية البترول الحجري البترول الغاز. قدم توحيد الكلمة، أتمنى توحيد الكلمة شرقا وغربا وجنوبا هذا اللي أتمنى.